مين اللاعب اللي شايف ان هم فارقين في المستوى نطلع محمد ابراهيم منه؟ لان انت انا شخصيا والله مش مجامله بصنفك ان انت واحد من النجوم الكبيره في كره القدم المصريه، وانت عارف ان رايي بعيد عن البرنامج. لو شلنا محمد ابراهيم، مين اللاعيبه الثانيه اللي شايف ان هم دول اللي بيفرقوا، دول اللي بيصنعوا الفرق ما بين فرقه وفرقه، او لعيبه ولاعيبه؟ مش هنقول احسن لاعب، لو اخترنا كام لعيب كده شايف ان هم مختلفين عن الكواليتي اللي في مصر. زيزو في الزمالك، عبد الله السعيد، بتكلم على الوقت الحالي، الوقت الحالي زيزو، عبد الله السعيد، هتكلم على امام عاشور برضو، سامو ابو علي، من الناس اللي بتعجبني جدا مهند ناشين طبعا، صديق جولا، كندوسي، مفيش حد دلوقتي اقدر اقول لك عليه تاني. نحط معهم محمد ابراهيم؟ لا ده ما اقدرش اقول لك انا احط لو احط وميدو جابر. ميدو جابر كان عامل موسم هايل مع المصري السنه دي. الفروق دي بيفرق معاها ثقافة اللعيب، او زي ما كابتن محمد صلاح قال المينتاليتي، يعني شايف ان العقلية بتفرق طبعا، ان هي تخلي لعيب نجم او لعيب يبقى عنده المقومات ان هو يبقى نجم ويروح في طريق تاني؟ طبعا طبعا، انت العقلية بتفرق، لان انت النهاردة في عقلية بتدي مبررات لنفسها اللي هو كل المشاكل عند الغير ومش عنده، وفي عقلية تانية بتقول لك لا المشاكل كلها عندي عشان يقدر يطور من نفسه، فطبعا العقلية بتفرق طبعا. العقلية دي اللي خلت فرق كبير ما بين لعيب بيحترف زي محمد صلاح، زي تريزيجيه، زي مصطفى محمد، ولاعيبه تانية يمكن جات لها الفرص وما حافظتش على الفرص دي. ممكن ده اكيد طبعا، يعني اكيد بنسبه كبيره.